جت لحظة الاستبعاد الصعبة واللي بيعيشها سيد معوض مع فريقه لأول مرة. هو طبعا موقف صعب جدا ان انت تختار حد او تخرجه. لحظة استبعاد اللاعبين بعد نهاية كل مباراة بالنسبة للسن ده بتبقى قاسية جدا. سيد معوض حط 3 لعيبة في دايرة الخطر. هتكلم على حسب الناس اللي لعبت وأداءها كان قليل شوية. يعني أنا هاخد فهد مع أنه من الاختيارات الكبيرة جدا اللي أنا كنت حاطط في دماغي أنه هو هيبقى أحسن من كده بكتير. يعني فهد هيبقى من ضمن الثلاثة. كابتن سيد معوض في أول ماتش لينا كان يعني ميزني، يعني كنت يعني أحسن واحد، وخدني على جنب لوحدي قال لي أنت لعيب كويس ولعيب جامد، والنهاردة يعني مش عارف قلب علي كده. أنا والله ما عملت أي حاجة للكابتن، أنا أساساً نزلت أعتبر في الشوط الثاني. ده أحمد عادل برضو، يعني هو أحمد لعب شوط النهاردة. يعني هو ما لعبش المباراة اللي فاتت. وميدو برضو تعالى هنا، ميدو تعالى كده، ميدو الثالث هو لعب شوط النهارده. هنحتاج اول اسم، يعني اول اسم هيمشي. انا والله يعني موقف صعب، معلش عشان بس الولاد لازم تبقى عارفه ان دي حاجه عاديه، يعني ممكن بالزبط تحصل في الكوره، ان انا ممكن امشي من مكان واروح مكان احسن. كلنا طبعًا مرينا طبعًا بامور واحنا صغيرين كتيره جدا. فيعني انا هختار ميدو اول واحد. تاني واحد يعني هو انا مضطر، يعني بس من جوايا كنت اتمنى ان هو يكمل معايا بصراحه طبعا، بس في نفس الوقت انا مضطر ان انا اخرج واحد. يعني انا اذا كان عليا، يعني لو كان هيخرج واحد بس هو ما كانش هيخرج. بس مضطر بامانه يعني، فهو احمد. بص يا ميدو، انت واحمد اولا ما تعيطش، لان انت عندك فرصه ثانيه وثالثه ورابعه. الكلام ده ليكم انتوا الاثنين. انا اقول لكم جمله واحده بس، انتوا عارفين انا بعمل ايه، بعلق مش كده؟ ها مش كده؟ اول مره رحت اعلق سقطت، ماشي، والحمد لله بقيت دلوقتي كده. حاولت اشجعهم قد ما اقدر، وفي نفس الوقت لازم هم يبقى عندهم قناعه بانه المشوار ما بينتهيش من اول اخفاق. ابدا ابدا، مشوار طويل، ومش عايزك تعيط، انت راجل ما تعيطش ابدا. اتفقنا؟ يلا يا رجاله، يلا يلا يلا.